بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الرحمة المصطفى الأمجد نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمطاردين، جماهير العزة والكرامة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم المبارك نودع شهر فبراير العزة، فبراير الصمود والثورة ضد الطغيان، فبراير العصيان والعنفوان، ونستقبل شهر مارس الإرادة الحرة، مارس المقاومة والثبات بوجه الاحتلال السعودي الغاشم والعدوان الخليفي المجرم. نستقبل هذا الشهر يا إخوتنا وأخواتنا في الله بإرادة تاب الخضوع وترفض الإذعان، إرادة حسينية لا ترى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ها قد أقبل شهر مارس مجددا وهو مثقل بما وقع فيه من جرائم بشعة ارتكبها المحتل السعودي الغاصب، فالذاكرة الوطنية لا يمكن أن تنسى أو تتناسى كيف وقعت أراضي بلادنا الطاهرة تحت وطأة الاحتلال السعودي، تحت غطاء ما يسمى بدرع الجزيرة، في محاولة قبيحة لشرعنة غزو الجيش السعودي لبلادنا. وإننا اليوم إذ نستقبل شهر مارس فإننا لا نستقبله للبكاء والنحيب على ما جرى، وإنما نستقبله بهمم وقبضات عالية، مرددين الشعار مدويا في الآفاق: ارفعوا قبضاتكم الحرة، ارفعوها إلى السماء، واعلنوها بصوت واحد يزلزل العدو والمحتل الغاصب: مقاومة! مقاومة! إخوتنا وأخواتنا في الله، إن مقاومة المحتل والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات حق مكفول في جميع الملل والشرائع، ومشروعية المقاومة ضد المحتل أقرتها الأعراف والقوانين الدولية كما أقرتها الشريعة الإسلامية. فلا رحمة للمحتل الغاصب ولا حرمة للمعتدين، ولا تقدم الورود للطغاة المفسدين والغزاة المحتلين والمرتزقة الأجانب. وقد قال الله في محكم كتابه الكريم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ختاما، إن المقاومة حق إنساني مشروع تلجأ إليه الشعوب من أجل نيل استقلالها وتقرير مصيرها وبناء نظامها السياسي والاقتصادي الجديد. ومع استمرار الاحتلال السعودي لأرضنا الطاهرة فإننا في الائتلاف سنبقى داعمين ومساندين للمقاومة المشروعة بكافة السبل المتاحة حتى طردهم من البلاد مدلولين خاسئين يجرون ذيول الخيبة والهزيمة من خلفهم. وهنا نؤكد من بلدة المصلى المرابطة أن المقاومة رفعة رأس، والمقاومة هي العزة والكرامة، فالعالم لا يحترم الضعيف ولا يرحم الذليل. فيا جماهير المقاومة، لا مكان للرضوخ أمام بنادق العدو الغاصب، ولا مكان للمهادنة على حساب القيم والمثل. فنعم وألف نعم للمقاومة، فلتحيا المقاومة، فلتحيا المقاومة، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم.
مع تدشين الشعار الثوري لليوم الوطني لمقاومة الاحتلال السعودي تحت عنوان مقاومة، يطلق الائتلاف حزمة من الفعاليات لشهر مارس المقاومة. أولا، موعدنا يوم السبت الأول من شهر مارس المقاومة مع الحفل الخاص بإطلاق النسخة الفرنسية من ميثاق اللؤلؤ، وذلك تمسكاً بأهداف الثورة التي من بينها تحرير البحرين من دنس الاحتلال السعودي. ثانياً، تدشين النصب التذكاري للشهيد القائد المحرر عبد الرضا بحمين، وذلك في يوم الأحد الثاني من شهر مارس المقاومة. ثالثاً، الاعتصام الجماهيري وسط دوار الخواجة تحت عنوان مقاومة مقاومة، وذلك في يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس المقاومة. رابعاً، افتتاح معرض الصور الذي يحكي المقاربة ما بين الاحتلال الصهيوني والاحتلال السعودي، وسيعلن عن الموعد لاحقاً. خامساً، مسيرات البراءة من الاحتلال السعودي وما يسمى بدرع الجزيرة، وذلك في يوم الأربعاء الثاني عشر من مارس المقاومة. سادساً، اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال السعودي تحت شعار مقاومة، وذلك في يوم الخميس الثالث عشر من فبراير الثالث عشر مارس المقاومة. سابعاً، مسيرات جمعة دعم المقاومة التي ستنطلق في أكثر من 30 مركزاً من أنحاء البحرين، وذلك في يوم الجمعة الرابع عشر من مارس المقاومة. ثامناً، إحياء اليوم الخاص بعاصمة ثورتنا سترة الإباء والصمود، وذلك في يوم السبت الخامس عشر من مارس المقاومة تحت عنوان أحمد فرحان رمز المقاومة. كونوا على الموعد يا جماهير المقاومة، فالبدار البدار إلى سوح النزال لدحر الاحتلال السعودي الغاشم، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير الحادي من مارس آذار 2014 ميلادية.